يتواصل الوضع السياسي في تونس مستقرا متسما بالتوافق بين نداء تونس وحركة النهضة الإسلامية، توافق وإن بدا على صفيح من الهزات المتكررة، لكنه ساعد البلاد على المضي في تكريس تحولها الديمقراطي. في تونس اخترنا نظاما برلمانيا مخلوطا ببعد سياسي رئاسي، فإن نتائج الانتخابات هي التي تحدد شكل الحكومة. وحتى الذين الآن يعترضون ويحاربون فكرة التوافق، غدا في 2019 لو أفرزت النتائج نوع من التقارب في موازين القوى الحزبية، فإنهم سيضطرون رغم أنوفهم إلى قبول صيغة التوافق. ورغم الاستقرار النسبي سياسيا، يتواصل المشهد الحزبي التونسي مرتبكا، تجسم في عدم الاتفاق على تاريخ نهائي للانتخابات البلدية، وتسبب في تأجيلها عدة مرات بعد أن استقال بشكل مفاجئ رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار في 9 مايو. سنة 2017 تميزت في تونس بحرب مفتوحة على الفساد أطلقها رئيس الحكومة يوسف الشهد في 23 مايو، مستعينا بقانون الطوارئ، سلسلة من الاعتقالات والمحاكمات ضد العشرات من رجال الأعمال والموظفين في الدولة، مكنت من مصادرة أملاكهم وأرصدتهم البنكية. يا الفساد يا الدولة، يا الفساد يا تونس، وانا في التوانسة كلها اخترت الدولة اخترت تونس. اقتصاديا تتواصل سماء تونس ملبدة، حيث تستمر الأزمة خانقة. البطالة المرتفعة تسببت في احتقان اجتماعي فجر عشرات الحركات الاحتجاجية، أبرزها في مناطق إنتاج النفط بالجنوب التونسي، ما دفع إلى الاستنجاد بالجيش لحماية المنشآت بتاريخ 10 مايو. بوادر الانفراج الاقتصادي كثيرة، فقد حققت السياحة أكبر نسبة استقطاب بعد الثورة، متجاوزة 6 ملايين سائح، وبقي الدعم الخارجي للاقتصاد التونسي منقوصا ومتذبذبا، خصوصا من قبل الشركاء التقليديين. تجلى في تصنيف الاتحاد الأوروبي تونس ملاذا ضريبيا في 5 ديسمبر. سنة 2017 كانت استثنائية في مكافحة الإرهاب، فقد ساهمت الجهود الأمنية والعسكرية عبر عمليات استباقية واستخباراتية ناجحة في الحد من العمليات الإرهابية الدامية، كتلك التي حدثت سنتي 2015 و2016. من النقاط المضيئة سنة 2017 عودة نسور قرطاج إلى التحليق مع صفوة كبار العالم بعد 11 سنة. يترشح المنتخب التونسي لمونديال روسيا 2018.